احنا يعني بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم بقى مع عمه ابو طالب وقال له الكلمات دي، هل كان يعني عنده شك فيه برضه مستمر ان هو خلاص كده ممكن ما يبقاش واقف جنبه، ولا كان عنده او خد منه اي رد فعل ان هو هيكمل معاه، ولا حصل ايه؟ حلو قوي سؤالك ده يا عبير، وناس كتير بيختلط عليها الامر في الموضوع ده. هل سيدنا رسول الله لما حصل الموقف ده سيدنا النبي كان قلقان ان ابو طالب بيسيبه فعشان كده اخد الرياكشن ده؟ تاني، هل مثلا يوم غزوة بدر لما سيدنا النبي قعد يدعي عيدي اللهم نصرك الذي وعد، هل سيدنا النبي كان قلقان ربنا ما ينصروش فعشان كده دعا؟ تالت، هل مثلا سيدنا النبي دي صلى قضية، دي قضية بين التسليم لأمر ايوه الله سبحانه وتعالى وبين الأخذ بالأسباب. نقطة مهمة جدا. فهل هو صلى الله عليه وآله لما بيعمل الحاجات دي هو بيبقى بجد قلقان لحسن ما تحصلش، فعشان كده يا حبيبي بيبقى بيدعي بالقوة وبالطريقة الفظيعة دي، لدرجة ان سيدنا أبو بكر جاله من ظهره وطبطب عليه وخده في حضنه قال يا رسول الله هون عليك هون عليك فإن الله سينجزك وعده. هو ايه بقى الموضوع؟ مش انتوا بتقولوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ربنا اطلعه على كثير من الغيب، وسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم عارف ربنا عرفه ايه اللي هيحصل، وسيدنا النبي في مكانه اعلى بكتير من انه يخاف. سيدنا النبي مش بيخاف، سيدنا النبي ربنا حكى له كل حاجه ومطمنه على كل حاجه، امال هو بيعمل الحاجات دي ايه؟ ده بقى اللي العلماء يا عبير بيسموه التعليم بالحال. شيخي دايما يقول كده، التعليم بالحال، ان هو يبقى في حاله معينه عشان يديكي زي كده ايه كتالوج تعمليه لما تكوني في وضع زي الوضع اللي هو فيه صلى الله عليه وسلم. فهو لما واقف مع ابو طالب وقال له الكلمتين دول، سيدنا النبي مش قلقان ان ابو طالب يتخلى عنه، لان هو جواه عليه الصلاه والسلام عارف حتى لو ابو طالب تخلى عنه فان الله هو مولاه. فسيدنا النبي مستحيل يخاف، مستحيل يخاف عليه الصلاه والسلام لما يوم غزوه بدر قعد يدعي يدعي يدعي، هو مش قلقان ربنا ما يستجيبش. سيدنا النبي ما بيخافش عليه الصلاه والسلام، لكن ده اسمه التعليم بالحال. سيدنا ابو بكر ما فهمهاش وقتها، عشان كده قال له انت بتعمل كده ليه يا رسول الله؟ ان الله ينجزك وعده. سيدنا النبي بقى ما قالوش لا ده انا بعلمك، ده اسمه التعليم بالحال، ده عشان انا بعلمكم يا بني البشر ان انتوا لما تتحطوا في الموقف ده. لا ما قالش كده عليه الصلاه والسلام، سابه. هو ده التعليم بالحال. عارفة زي ايه يا عبير؟ زي الايه يا ايها النبي اتق الله. هل ربنا بيقول اتق الله؟ لا، ده التعليم بالحال، ده بيقول للمسلمين اتقوا الله، مش لسيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهو مبدئيا كده ما كانش قلقان عليه الصلاه والسلام، لكن هو بيعلمنا لما نتحط في الموقف ده نعمل ايه صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده يا عبير. طب هو وانه دايما الانسان لازم يعمل اللي عليه، بالظبط يعني جنب ياخد ان هو بالاسباب، متوكل على ربنا سبحانه وتعالى بالظبط انه لازم ياخد بالاسباب، بالظبط الاتنين يبقوا مع بعض. كنت لسه لازم والله بتكلم في لازم الحكايه دي قبل ما ندخل الحلقه على طول، انه الاتنين لازم يبقوا مع بعض موجودين، انه تسليم لامر الله سبحانه وتعالى والتوكل على ربنا وحسن الظن بالله دي حاجه كده زي الثوابت في حياتنا، بالظبط وجنبها الاخذ بالاسباب، يعني لا بالظبط نسيب دي ولا ولا نسيب دي. نسيب دي. ده بالعكس، ده الاخذ بالاسباب ده قمه التوكل على الله، لان انا باخد بالاسباب وجوه قلبي انا بقول الاسباب دي ملهاش اي لازمه، ده مجرد انا بسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، بس لازم اخد بالاسباب احتراما لامر الله تبارك وتعالى. ايوه ونعم بالله. ومحافظه على المجتمع. يعني انت عارفه يا عبير الاسباب دي لو ما خدناش بيها المجتمع هيفسد. صحيح. وانا لازم عشان اكل اشتغل واجيب فلوس واروح اشتري الاكل وارجع البيت اكله، دي منظومة الحياة. مش هقعد في البيت ادعي ربنا يرزقني انا فالمجتمع وولادي وانا قاعد، هيفشل، اكيد بالظبط. مش هينفع. فانا بحترم المنظومة اللي ربنا عملها في الحياة وبحترم البروسيس بتاع الحياة. وده اللي بيخلينا لما بيجي مثلا حد بيقدم في وظيفة ويبقى رايح وخارج من بيته وهو عارف مثلا انه يعني ايه ممكن يكون في اي سبب ما، صحيح. هو عارف انه مش هيتاخد، بس هو برضو عايز يعمل اللي عليه لاخر لحظه وعنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى انه هيكرمه، وفعلا ممكن يجي الكرم من عند ربنا في حاجه تانية، في صحيح. وظيفه تانية خالص مثلا، او في حاجه اخرى مختلفه في نفس الوقت ده، وممكن تيجي في نفس الوظيفه محدش عارف اصلا اقدار الله رايحه لحد فين. ودايما بنقول برضو ان الدعاء سبحان الله يعني بيغير القدر. صحيح صحيح. فهو كان من جواه عنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى، تماما لكنه عمل الموقف ده تماما اخذا بالاسباب وعلشان ويعلمنا يتعلم احنا اللي هو زي ما بنقول ايه التعليم بالحال.
الجميل بقى رد فعل ابو طالب. أيوة. عمل ايه ابو طالب؟ كان سيدنا رسول الله اداله، سبحان الله يا عبير، هو سيدنا النبي كان كده، اي حد يقعد قدام سيدنا النبي، سيدنا النبي بيطلع كان بيطلع من قلبه طاقه يحطها في قلب اللي قدامه، في انوار وطاقات بتخرج من قلب سيدنا النبي تخترق اللي قدامه. صحيح. في حد عزيز علينا، حد كده من اهل الله، كان لسه بيسالني في مكان معين، فبيقول لي لو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلبنا منه ان هو يدعي لنا ان امراض معينه في قلبنا تشفى، ايه الامراض اللي هنطلب من سيدنا النبي؟ الغل، الحسد، الحقد، عدم الرضا، ايه اللي هنطلب من سيدنا النبي كل واحد فينا انه يشيله من قلبه زي ما ربنا شال من قلب سيدنا النبي رحمته بالشيطان؟ فايه الحاجه اللي هنطلبها؟ قلت لاخونا الفاضل ده، قلت له والله انا اعتقد ان مفيش حاجه هنطلبها من سيدنا النبي يشيلها من قلبنا، هو النظر في وشه يشفي.